تشمل أعراض الولادة المبكرة في الشهر السابع ما يلي: أولاً، النزيف الدموي المهبلي سواء كان خفيفاً أو شديداً. ثانياً، تكرار الانقباضات بحيث يزداد معدلها عن 5 انقباضات كل ساعة أو تقل المدة الفاصلة بين كل انقباضة والتي تليها عن 15 دقيقة أثناء الاستلقاء، وتختلف طبيعة الانقباضات في بداية المخاض عنها عند الوصول إلى مراحل متقدمة من المخاض، فقد تشعر السيدة بتضيق عضلات الرحم وربما تحتاج لوضع أصابعها على بطنها وهذا لإدراك ذلك. وفي بعض الأحيان يظهر انقباض عضلات الرحم على هيئة تغير الرحم ليصبح مشدودا ويرتفع على هيئة كرة، وعلى الرغم من أن الانقباضات أمر عادي الحدوث خلال رحلة الحمل إلا أن زيادة تكرارها أو انتظام حدوثها من الأمور التي تستدعي المراقبة. ثانيا، تدفق سائل مائي شفاف من المهبل وهذا بشكل مفاجئ وقد يكون علامة على تسرب السائل المحيط بالجنين، وللتحقق من ذلك يمكن شم رائحة السائل، فإذا كانت رائحته مثل رائحة الأمونيا فهو بول، على ذلك فقد يرتبط الأمر بالسائل الجنيني. ثالثا، زيادة خروج إفرازات المهبل. رابعا، آلام في الظهر وخاصة في منطقة أسفل الظهر، وقد يكون الألم مستمر وقد يأتي ويختفي ولكنه يتميز بكونه يزول عند تغيير الوضعية أو القيام بإجراء آخر للحصول على الراحة. خامسا، آلام المعدة الحادة أو طويلة الأمد. خامسا، انتفاخ الوجه أو اليدين. سادسا، ألم أثناء التبول. سابعا، القيء الحاد أو المستمر والغثيان أو الإسهال أو الإصابة بأعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا. سابعا، ازدياد الضغط في منطقة الحوض أو المهبل. ثامنا، تقلصات أو تشنجات أسفل البطن والتي تحدث بصورة مشابهة لما يحدث أثناء الدورة أو وجود آلام الغازات المصاحبة للإسهال. وأخيرا، عدم القدرة على ضبط حركة سوائل الجسم لأكثر من 8 ساعات.